بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع حلقة اليوم مشيئة الله تعالى عن كيفية تنظيف جهاز الكمبيوتر من برامج الإعلانات المتسللة الأدوير والبرامج الخبيثة. برامج الأدوير هي برامج تحتوي على برمجيات الإعلانات المدعومة، وهي التي تشغل أو تقوم بتنزيل أو تظهر بشكل أوتوماتيك على جهاز الكمبيوتر بعد تثبيتها على الجهاز أو عند استعمالها. تصنف هذه النوعية من البرامج على أنها برامج اختراق أمني، ويطلق عليها برمجيات التجسس. أحيانا ما بتيجي تثبت برنامج، وخاصة البرامج المجانية، أثناء التثبيت بتثبت معها بعض البرمجيات الخبيثة. البرامج دي لما بتنزل أنت مش شايفها على الجهاز لأنها متضمنة في برنامج، فما بتبقاش عارف تتخلص من البرامج الخبيثة دي لأنك مش عارف توصل لمكانها عشان تقدر تتخلص منها. إيه هي برامج الإعلانات المتسللة أو الأدوية او البرامج الخبيثة؟ دي برامج مصممة لعرض الاعلانات على جهاز الكمبيوتر واعادة توجيه استعلامات البحث على اي موقع يدخلك على موقع فيه اعلانات. ومعظم هذه البرامج ليست امنة، والبعض الاشخاص بيستعمل هذه البرامج للتجسس على اجهزة الناس اللي بتثبت هذه البرامج على اجهزتها. فعشان ما اطولش على حضراتكم، انا حبيت بس ابدي نبذة مختصرة عن الموضوع. هنحتاج إلى برنامج أديو كلينر، وهو برنامج مجاني بيقوم بالبحث عن الإعلانات المتسللة والبرامج غير مرغوب فيها، ويقوم بحذفها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ومن خلال هذا البرنامج يمكن إزالة كل البرامج السيئة والبرامج الخبيثة الموجودة على الجهاز. هنروح دلوقتي ننزل البرنامج. سوف أترك لحضراتكم رابط البرنامج في أسفل الفيديو. ده الموقع اللي هننزل منه البرنامج. هنضغط هنا على 3 داونلود، وبعدين هتختار مكان حفظ البرنامج وتضغط على سيف، ويبدأ تنزيل البرنامج. نزل البرنامج بسرعة، البرنامج حجمه صغير. فهنروح على سطح المكتب، هنفتح البرنامج. البرنامج بورتابل، مش محتاج تثبيت على الجهاز، هيفتح معنا بمجرد الضغط عليه. هضغط عليه دبل كليك، وبعدين اضغط على يس. دي واجهة البرنامج. البرنامج هيفتح معنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هروح البرنامج يدعم اللغة العربية، فهروح على سيتنج. من هنا بنختار اللغة العربية. تحول معانا واجهة البرنامج للغة العربية زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نضغط هنا على الفحص الآن، ويتم عملية فحص للجهاز. هنتظر لما ينتهي. زي ما حضراتكم شايفين بيقدم لي قائمة بالعناصر الخبيثة اللي لها واسماء البرامج اللي موجودة عليها هذه العناصر. فهنا بيقول لي اختار العناصر التي تريد عزلها وتعطيلها، ثم انقر على عزل لنقل العناصر الى ذاكرة العزل، وهناك يمكن حذفها نهائيا. فكل اللي عليك ان انت هتشوف العناصر اللي انت عاوز تعمل لها عزل وتحذفها. تفضل ان تحدد كل العناصر وتضغط هنا على العزل. أنا بقول لي التحذير، سيتم إغلاق جميع العمليات قبل عزل العناصر المختارة، يرجى حفظ عملك الحالي قبل المواصلة. هيغلق كل البرامج اللي مفتوحة على الجهاز بما فيها برنامج اللي أنا بسجل بيه سطح المكتب. هوقف التسجيل هنا وهضغط على كلمة المواصلة، وبعدين أرجع أكمل مع حضراتكم الفيديو. دلوقتي أروح على العزل. دي البرامج اللي تم عزلها زي ما حضراتكم شايفين. هحدد الكل وأعمل هنا حذف لكل العناصر اللي عملنا ليها عملية العزل. فبعد لما حدد الكل اضغط هنا على حذف، وبكده تم حذف العناصر اللي كانت محتوية على برامج خبيثة او برامج تحتوي على الاعلانات المنبثقة والبرامج الضارة. البرنامج جميل ومفيد جدا جدا، هتخليه على الجهاز لعمل فحص للجهاز كل فترة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.